الولايات المتحدة الأمريكية هذه قاعدة تدافع عن إسرائيل بأي ظرف كان، وبايدن قالها علنا، لو لم توجد إسرائيل لأوجدناها. هذا منتهي منه. البوارج الحربية ما تنتظر إذا إيران تضرب، والله تجي. هذا مجيء البوارج بهذا الشكل هذا كله للتهويل الإعلامي، وإلا إسرائيل أمريكا تتدخل، تتدخل بأي شكل من الأشكال، بس تبحث لها عن منفذ. إيران أجزم لك لن تعطي هذا المنفذ الآن، مو خوفا، لأنها الآن هي وحلفائها لا يريدون هذه المعركة الكبرى. إذا صارت معركة كبرى يموتون، خلي يموتون، شو المشكلة؟ وانت تشوف لا جزء يعني يعرفون بها نهايتهم ونهاية محور المقاومة دام فتحت. لا هذا ما يصير، ماكو شيء اسمه نهاية. يعني شوف أنت، أنا كنت عضوا في حركة فتح أخي أحمد. وفتح أنا شخصيا كلتنا احنا جينا من فتح. وين فتح؟ انتهت فتح، لكن المقاومة الفلسطينية انتهت، طلعت حماس، طلعت الجهاد الإسلامي. ملاحظة، حماس وهذا الرجل الشهيد، حماس في 2017 غيرت ميثاقها الوطني 2017 وقبلت بحل الدولتين، حل الدولتين صح قبل... زين، يعني حماس تريد ان توافق على هذا الكيان الصهيوني، ومع ذلك هذا الكيان ما يهمه، ونتنياهو ما يهم اصلا. مخطط ضرب الضفه وضرب الغزه كان قد اعد سابقا. ابعث لك مقال، تقرير بالاحرى، في مجله ميكوميت، مجلة ثقافية بالعبري، نشرت يوم 18 أكتوبر يعني بعد 7 أكتوبر تقرير مفصل عن خطة سابقة أعدت قبل عمليات طوفان الأقصى لتهجير الفلسطينيين من غزة. وإجا الكونغرس الأمريكي بالحزبين في نوفمبر، قدم مشروع مماثل من السنة الماضية لنقل 2 مليون فلسطيني، كل ما يتعلق بغزة، 500,000 يجيبوهم للعراق، 500,000 يحطوهم في تركيا، 200 مليون يحطوهم في مصر. فمشروع قائم، يعني صارت العمل في الإيرانيين يعرفون ذلك، لكن يقولون احنا لازم، وأبلغوا الوسطاء وأبلغوا الكل اللي جاي، حتى الاتحاد الأوروبي أيضا تدخل بأنه الضربة قادمة لا محالة، لكنها لا ساحقة ولا ماحقة، تؤلم لكنها محدودة، خذها مني محدودة، ولن تقوض، وحط عليها 30,000 خط، لن تقوض جهود الرئيس الإصلاحي الجديد مسعود بزشيان في الانفتاح على الخارج. شنو تقدير